أنا اسمي غادة السليطي، أقرأ لأني أحب أقرأ، لأني أحب أتعلم أتثقف وأكتشف شيء أنا ما شفته من قبل. لما بديت أقرأ كنت أقرأ أشياء عادية، لين ما وصلت مرحلة كانت مرحلة تغيير في حياتي. بعدها بديت أقرأ كتب تاريخية، كتب عن وايد أشياء ما كنت أعرفها في الإسلام في غيره. فلما عرفت حسيت أنه فتح لي أبواب مش بس في خيالي، فتح لي باب حتى أني أقدر أسافر وأروح وأكتشف وأتعلم. نظامي في القراءة أني لما أشوف كتاب مثلا عنوانه مثير للانتباه أقرأ عنه أكثر، ممكن عقب أحطه عندي في قائمة معينة، وعادة يعني يكون مجالي نوعا ما مفتوح فما أحدد نفسي بمجال معين. أعتقد أن الجيل الجديد عنده مشكلة في القراءة، والسبب المدرسة، السبب المجتمع اللي عايش فيه، لأن المدرسة ما تشجع الطالب أنه يقرأ أشياء في غير يعني غير كتب المدرسة نفسها. أكثر الأشياء اللي شجعتني على القراءة والعودة للقراءة بانتظام هو موقع جودريدز. هو موقع يختص بالقراء ويعتبر تويتر القراء، يجمع القراء من كل العالم، وكل واحد مثلا يكتب ويتكلم عن كل كتاب قراءة تقريبا، عن رأيه وعن تقييمه وإلى آخره. تقريبا من 2010 إلى الآن وأنا أنتظم معاهم تحدي سنوي أحدد فيه عدد الكتب اللي أبي أقراها. فرجعت أقرأ بشكل منتظم أكثر عن طريقة، بحيث أن عندهم نظام تحدي سنوي أحدد فيه عدد الكتب اللي متوقع أقراها لين آخر السنة. فكل سنة أزيد أنا عدد الكتب وأحاول أني أنتظم وألتزم بهالعدد، والحمد لله من بديت ألتزم بهالتحديات قدرت أخلص عدد الكتب وأحياناً أزيد عليها.